ولا احنا تنهضروا على الجزائر ويمكن لكم هادشي تلقاو على السي الدكتور عزام تنرحبوا به تنرحبوا به راه عارف المشكل وعارف السوق عندنا في الجزائر وعارف داكشي كله. اذا هي مناسبه باش باسم الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات وجميع اعضائها وطاقمها ومكتبها تنرحبوا بالدكتور الاخ الفاضل الدكتور محمد واجي عزام اللي هو نائب رئيس الاتحاد الدولي نائب الاول رئيس الاتحاد الدولي وكذلك هو رئيس الكونفدراليه الافريقيه للعبه وحقيقه ولا اكثر من هذا وذاك هو صديق المملكه وصديق المغرب ويعتبره كما تنعتبروا حنا نفسنا لاننا حنا مصريين ولكن هو تيعتبر نفسه لانه مغربي ويمكن لكم تسقسيو وغادي يقول هادشي ولذلك حنا تنعزو به وتنفتخروا به أكثر من ذلك أنا الاعتزاز ديالي والافتخار ديالي تيزيد به يوما بعد يوم منذ أن عرفته لأنه أولا ماشي غير مسير رياضي بارع لأنه كان أولا واحد الكورسيس نتاعو الحياة ديالو كان رئيس البرلمان في مصر كان عنده واحد المسار طويل تجربة قوية واللي استفدت منها الرياضة لذلك واكثر من ذلك يشرف العرب ويشرف المسلمين بحيث ان من تنجلسوا في الاتحاد الدولي في كل شيء تياخذ الدكتور واجي عزام كواحد بوصله واللي قالها الدكتور عزام هي اللي تتكون وهذا فخر لنا كعرب كمسلمين فخر واعتزاز كبير بحيث انه يدافع مره تلقى هو الاول يدافع عن المراه في الدراجه بانه كيفاش المراه وكيفاش تمارس وكيفاش تدير وكذا اخر دابا السباق اللي دار واخر تدريب اللي كان في الاتحاد الدولي دارته المراه الدكتور عزام مره اخرى تلقاه هو يتصارع من اجل الطب الرياضي مره اخرى يتصارع من اجل افريقيا افريقيا كان عندنا فقط خمسه د المقاعد في ديال الان سبعه الى اخره واحد المجموعه ديال الامتيازات اللي بفضل الدكتور عزام تزيدها وحنا فخورين باسم المغرب حقيقه باش نستضفوه وراه دار المستحيل باش تعرفوا دار المستحيل باش يجي لانه كل الدول تاعي كله باش يحضر معهم نظرا كما قلت لك العطاءات نتاعو والخبره ديالو والطيبوبه ديالو وكان في رواندا في طوا في رواندا حيت انا عطى الانطلاقه في طوا في رواندا ومن رواندا جا حيت ان الطياره راه ما تقريبا ما لهاش شيء وجا للمغرب لان المغرب عنده بلد في القلب كما غادي نقولها لكم لذلك انا تنتشرف باش نقدم لكم وهو رئيس عمكم. شكرا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في البدايه انا ابدا بتحيه وتقدير خاصه للشخص اللي انا يعني تربيت على ايديه وعلمني الدراجه وهو الاستاذ الكبير وهو المغربي القدير الجنرال بوطيب. انا تلميذ بوطيب فلا بد الاول ان احنا نقول الحقيقه فكل تحيه وكل تقدير. ثم بعد ذلك اكون مع صديقي العزيز السيد الرئيس محمد الماحي رئيس الجامعه المغربيه للدرجات وعضو الاتحاد الدولي. لن اكون مكاملا ولكن سوف اقول حقيقه والله على ما اقول شيء. هذا الانسان السيد محمد الماحي تعاملت معه عن قرب في خلال عملنا كاتحاد افريقي. انا كنائب اول رئيس اتحاد افريقي وهو معي عضو الاتحاد الدولي وهو معي كاتحاد عضو في الاتحاد الدولي. كنا نعمل سيمفونيه يعني نعزف سيمفونيه جميله زي ما قال هو من اجل الدراجه العربيه والافريقيه والعالميه ايضا. نحن لنا تواجد عربي افريقي عالمي سويا متفاهمين لان ليس لنا اهواء شخصيه ليس لنا اطماع شخصيه كل اطماعنا وكل املنا ان نقدم شيئا للدراجه العربيه والافريقيه. وقد كان طبعا زي ما قال انا جيت بس سامع اللي هو يعني بوطيب بيتكلم على ان هناك نقله حضاريه في الدراجه المغربيه ليس على مستوى افريقيا ولكن على مستوى العالم ودي حقيقه تقولها الارقام يعني لا نكون مجاملين
أين كانت الدراجة المغربية من 10 سنوات؟ ثم أين الدراجة المغربية الآن؟ الدراجة المغربية من 10 سنوات كانت غير موجودة على الخريطة الأفريقية على الإطلاق، ليس لها حتى أي ترتيب أو أما الآن الدراجة المغربية هي التي تتربع على عرش الدراجة الأفريقية وتنافس أيضا لها تواجد عالمي. فطبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ونفسه بعدين بمجهود الأخ بالمعي وكل زملاء وأعضاء مجلس إدارة الجامعة المغربية، كل تقدير ليهم. ويمكن جاء هذا التقدير يمكن الأخ بالمعي ومعايا برضو عضو مجلس إدارة في الاتحاد الإفريقي زميلي خلدون، ورأى هذا إن إحنا اخترنا، كان هناك أكثر من دولة تقدمت لتنظيم البطولة الإفريقية وكان من ضمن هذه الدول هي المغرب، ولكن يعني تحمسنا كثيرا وبالذات أنا تحمست كثيرا لاختيار المغرب لما لها من مزايا عديدة وكبيرة، أولها الاستقرار السياسي والأمني، والرياضة بتاعتنا بتحتاج الأمن كثيرا جدا، نمرة 2 هي الدولة الأولى على هذه اللعبة في أفريقيا فبالتالي لها تقدير، نمرة 3 المضمار، اخترنا أن يكون سباقات المضمار يعني لم أريد أن تحتكر جنوب أفريقيا سباقات المضمار، فبالتالي لا لابد أن نأتي إلى الشمال وإلى المملكة المغربية عشان ننظم البطولة الأفريقية للمضمار. ويعني الحمد لله انتزعنا الموافقة من الاتحاد الأفريقي بأن تكون المغرب هي المنظمة، وهذا شرف أعتقد شرف لي أنا أولاً، يمكن هو نوه لأن علاقة تربطني بالمغرب، أنا كنت أقعد أقول أنا مش عارف بحب المغرب ليه، أنا بحب المغرب ليه، وبعدين في الآخر اكتشفت إن أنا إخوان أمي من المغرب فمن فاس، فالظاهر الدم برضه له يعني له تأثير يعني، فزائد أن المغرب رائدة في الدراجة وستظل رائدة، ويمكن أنا بعتبر رمز الدراجة الأفريقية الأستاذ الطيب أستاذنا، ولا بد أن نكون أن نتواصل الأجيال، نعترف ببعض ونعطي بعض بعض المكان الحقيقية اللي إحنا، أنا كان أنا كنت حكم، أنا كنت حكم وهو حكم دولي، وهو اللي خلاني حكم دولي يعني، هو اللي يعني إدانا الدورة وغنى تلميذه يعني، وبالتالي التلميذ يجلس أمام الأستاذ يعني، ومعنا الأخ الصديق راح فين؟ مشي ليه راح فين؟ من هذا من بعد. فيعني أنا سعيد أن أكون في المغرب، وإحنا عملنا أكثر من لقاء هنا، لقاء فني كان فيه رئيس لجنة الدراجة للمضمار، وحصل نوع من معاينة للمضمار بتاع المغرب، واتفقنا يعني بعد حوار تقريبا 2 أو 3 أيام اتفقنا واستقر الرأي على أن إن شاء الله المغرب سوف تقوم بكل الأمور اللازمة، الجامعة المغربية تحملوا زملاء وكانوا أنا بشكرهم كلهم، مجلس الإدارة بتاع الجامعة المغربية بالكامل تحمس بالكامل يعني لم أجد معارض أن تنظم البطولة الأفريقية وأن يتولى بكل يعني قوة الإصلاحات اللي هتتعمل في المضمار، وأنا واثق أنهم هتخلص وهتنتهي إن شاء الله قبل بداية اتفقنا لها تنتهي قبل 30 يناير عشان هيبدأ في 1 فبراير معسكر لمدة 15 يوم لجميع الدول الأفريقية اللي عايزين يتدربوا على المضمار اللي موجود. ويمكن احنا برضو زملاء الأخ بالماحي وزملائه من مجلس الإدارة كنا بالأمس في زيارة للجنة الأولمبية الوطنية للمغرب، وحصل حوار وتأكيد على أن اللجنة الأولمبية أيضا الاتحاد الأفريقي يدعم المملكة المغربية، الجامعة المغربية واللجنة الأولمبية تدعم الجامعة المغربية، ثم انتقلنا للقاء في الوزارة، وأيضا الوزارة أكدت دعمها لهذه البطولة، وأصبح الحمد لله إن شاء الله بفضل الله من المقرر، ممكن أنتم بتحضروا دلوقتي إحنا يعني وأنتم قاعدين بعديها كده بشوية هنوقع يعني الاتفاق بين الكونفدرالية الإفريقية والمملكة المغربية على إقرار أن البطولة الإفريقية إن شاء الله سوف تكون في المغرب، سوف تبدأ البطولة الأفريقية للمضمار من 15 فبراير إن شاء الله، تكون في 15 فبراير إلى 19 فبراير، ثم عندنا يوم راحة ليبدأ الثاني الطريق من هيكون 21 إلى 26، دي هتكون البطولة الأفريقية. طبعاً إحنا زي ما قال الأخ بالماحي البطولة ليست فقط للرجال، إنما البطولة للرجال وللسيدات،
واحنا مهتمين جدا، ويمكن بقالنا سنتين بس ادخلنا سباقات الشباب وسباقات الناشئين ما كانتش موجوده على الساحه الافريقيه دخل، وهتقام هنا برضه البطوله الناشئين اللي هي هتكون موجوده الناشئين والشباب هتقام على ارض المغرب الحبيب. نتسع في نشاطنا كاتحاد افريقي في كل المجالات ان شاء الله. لسه كنت بتكلم دلوقتي مع الاخ ابن خلدون عشان العام القادم برضه ان شاء الله ب 2017 ننظم البطوله الافريقيه للبي ام اكس ان شاء الله في المملكه المغربيه. انا سعيد طبعا بلقائكم، واي مستعد لاي سؤال تحت امركم، واكيد الاعلام هو الحقيقه، هو المراه الجميله اللي بتظهر رياضه الدراجات بس مش في المغرب، في العالم. فانا برحب بيكم واهلا وسهلا. تفضل اسمك. محمد الشحرون شريدة المنعطف. المنعطف اسم جميل، ما تحوتش معايا. طيب اولا باسم الزملاء اكرر الترحاب بالمملكه المغربيه، مرحبا بك في بلدك الثاني. اهلا وسهلا. السؤال ديالك، كنعرفوا بان الجزائر كانت تقيم العداء للمغرب خصوصا في هذا السباق ديال الدراجات، بغينا نعرفوا غير الاسباب علاش، خاصه وان المغرب يعني كيعمل للرياضه ولاجل الرياضه ماشي شي حاجه اخرى، هروبا عن السياسه وهروبا عن هذه، حنا كنتذكروا رياضيا، علاش الجزائر كدير هذه العراقيل بحال هكا وكدير. خلينا نتكلم الموضوع ده، طبعا ده انا دارسه كويس ومعايشه كويس جدا مع الاخ بالماح. خلينا نتكلم في الرياضه، يعني دايما احنا نقول ايه، نحن رياضيون وسنظل رياضيون بعيدا عن السياسه. هي المشكله ان انا يعني انا بصفه خاصه وبالماحي نحن رياضيون ونتحدث في الرياضه، ولكن اقحمت علينا السياسه، يعني فكان لازم ان يكون لنا موقف واضح في هذا الامر. واحنا اتكلمنا لابد لما تكون في مشكله لازم احنا كليدرز كقيادات لازم يكون لنا دور قيادي وحكيم. واحنا بالحكمه الحمد لله ردينا بالحكمه وبالقوه في نفس الوقت، الحكمه والقوه كانوا موجودين معنا. الحكمه ان احنا كاتحاد افريقي بلغني الاخ بالماحي برساله من الجامعه المغربيه وبتعترض على ما دار، واحنا كاتحاد افريقي في الاجتماع الماضي اقرينا ايدنا المغرب حق المغرب، وان الجزائر خرجت عن الخط المعهود في هذا الامر ولا يجوز. الامر الثاني ان احنا طبقا للوائح الافريقيه والدوليه لا يجوز لهذا الفريق اللي هو الصحراوي ان يشارك باي صوره من الصور كدوله منفصله عن المغرب او باسم منفصل، لانه نمره واحد ليس عضوا في ليس هذا المسمى في الامم المتحده غير موجود على الاطلاق، فبالتالي لا يجوز ان يمارس اي نشاط رياضي خاص بالاسم. الامر الثاني ايضا ليس هناك لجنه اولمبيه عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه، وطبقا للقواعد والقوانين والمواثيق الدوليه لا يجوز، ويمكن بس مش على المستوى الافريقي خدنا هذا القرار اخر اجتماع، وكان موجود برضه سيد بالماحي معايا في هذا الاجتماع، وسير هذا الموضوع على مستوى الاتحاد الدولي، وكان لنا موقف اننا رفضنا، كان هناك طلبا رسميا للانضمام للاتحاد الدولي، ونحن رفضنا الانضمام لان ده خروجا عن القواعد والتعليمات الرياضيه وايضا القانونيه والدوليه، ليس رياضيه قلت يعني بالاضافه لانها رياضيه ايضا تعليمات دوليه. واخذنا قرار والاتحاد الدولي خد قرار وبعت انذار ان الا يحدث هذا مره اخرى. يعني احنا بنأيدي الحق، ولو طالما الحق معاك لازم انا اقف جنبك، لو الحق مش معاك هقف جنب ابو طيب. شكرا. اتفضل. بصفه كتابي موقع ميت سبور، ميت يعني ميادين تو سبور، ميادين كل الرياضات. بعيدا عن السياسه نتكلم عن الرياضه وعن رياضه الدراجات، ونعرف بانكم الان انتم رئيس الكونفدراليه الافريقيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات، وتنعرفوا بان جميع الاتحادات الدوليه تمنع دخول السياسه في الرياضه، وهذا امر غير مشكوك فيه. الان غنشوفوا على التطور ديال الدراجه الافريقيه مقارنه مع الدراجات، مع سباق الدراجات في اوروبا وامريكا اللاتينيه، اين وصل التطور، خاصه وتنعرفوا بان المغرب هو الرائد هو حاليا هو تحت المرتبه الاولى على الصعيد الافريقي. اشنو الحدود
الحظوظ ديال المنتخب المغربي في الاولمبياد. تنعرفوا بان الاولمبياد غيحضرها تقريبا جميع الدول الرائده في سباق الدراجات. شكرا. اولا بشكرك على السؤال دوت لانه سؤال جميل، بس لازم عشان نجاوب عليه نعود وراء الى الوراء في 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 التاريخ. كنا من سنه 2005 زي ما قال الاخ معي، سنه 2005 كان كانش فيه زي ما قلت لك، ما كانش فيه مغرب على الخريطه على الاطلاق خالص كفريق مغربي، بالاضافه ان ما كانش برضه ايضا مستوى افريقي، كان ليس هناك مستوى افريقي خالص، كان بطوله افريقيه ما فيش، كان بس ثلاث دول بيشتركوا، يمكن كان الجزائر وتونس وليبيا كانوا بيعملوا بطوله سريعه، مش بطوله يعني، فما كانش هناك لم يكن هناك بطوله افريقيه بالمعنى الواضح. وبدايه من 2005 ابتدت البطولات الافريقيه تنتظم، من 2005 الى الان لم تنقطع على الاطلاق البطوله الافريقيه، نمره واحد. نمره اثنين، عدد الدول المشاركه ابتدى في تزايد كبير لدرجه اخر بطوله كان في 23 دوله مشتركه. 2005 كنا احنا 16 اتحاد افريقي وطني افريقي، النهارده احنا 48 اتحاد افريقي، اتحاد وطني افريقي، يعني هناك تطور كبير في النشاط. المستوى الفني زي ما شفت المشاركات المغربيه كان عندناش خالص على المستوى الدولي غير جنوب افريقيا وجنوب افريقيا لانها هم محتلفين برضه. الان لا، النهارده في جنوب افريقيا، المغرب قبل جنوب افريقيا، اريتريا موجوده على الساحه، اريتريا ولاول مره في التاريخ بالنسبه للتاريخ الحديث يعني مش التاريخ القديم، التاريخ الحديث، ان افريقيا تشارك باثنين لعيبه في طواف فرنسا. يعني انت الموجود، انت كنت موجود يا مصطفى، اشتركت انت. انت التاريخ، انا حسبتك من التاريخ القديم مش التاريخ الحديث. وكنا في لقاء في تور دي فرانس الاخير، كان موجود اثنين افارقه. فالدرجه الافريقيه على مستوى العالم تتطور بصوره جيده جدا جدا. الامر الثاني ان انت كان عدد، واحنا نحارب في هذا التاهيل، عندنا مشكله في الاتحاد الدولي ان ما زالت اوروبا تسيطر على نظام التاهيل، وده صراع في الفكر انا والاخ بالماحي في جانب، والاتحاد الدولي او الاوروبيين في جانب، يقع في كره القدم ان احنا كره القدم الى حد ما نجحت نعم من زمان. احنا في دور التطور لهذا الامر، ان احنا كان التاهيل على مستوى العالمي، فكانت افريقيا بتظلم في هذا وتظلم. النهارده الحمد لله اصبح لنا الحق، الاول دوله واحده اصبح لنا الحق في ثلاث دول تشارك في التاهيل. فاللي انا عايز اقوله لك ان في تقدم كبير جدا في المستوى الفني للدراجه الافريقيه. السؤال اللي انت بتساله ان انت ان شاء الله المغرب سوف تؤهل، هي مؤهله ان شاء الله، وانت عايز تسالني ممكن يكون تصورنا ايه عن مستقبلها في الاولمبياد. نعم. مفيش خلاف، خلينا نكون واقعيين، ان الاولمبياد شيء كبير، يعني كل زي ما انت قلت مفهوش في الدراجات بالذات اوروبا واخده كل الاولمبياد، كل اقوى دول ايه اللي موجوده، فرنسا وانجلترا وبلجيكا وهولندا وتشيك، كل الدول دي موجوده ومشاركه. فبالتالي نتمنى طبعا حظ طيب للمغرب في الاولمبياد، لكن في الرياضه ممكن كل حاجه يحصل، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نرى يعني احد لاعبينا ابنائنا من المغرب يكونوا ان شاء الله على منصه التتويج في ريو ان شاء الله. شكرا. توفيق صناجي موقع 10 بوينت. اسمه؟ توفيق صناجي. توفيق. سؤالي موجه لسيادتكم، ما هي السياسه والاشياء التي ينوي الاتحاد الافريقي نهجها لتطوير الفرق الاحترافيه في رياضة سباق الدراجات؟ نعرف أن الفرق الاحترافية هي ما صار الآن يمكن القول السبيل الوحيد للدخول العالمية والمستوى الكبير بالنسبة لجميع الراغبين في الوصول إلى مستوى كبير بالنسبة لهذه الرياضة. كلامك مضبوط، إن إحنا على المستوى الأفريقي برضو الساحة كانت ضعيفة في الفرق اللي هي الكونتيننتال والفرق المحترفين، وزي ما انت بتقول برضو للاحتراف ده هو بوابة من البوابات العالمية، وخاصة ان انت بيحصل فيها نوع من الاحتكاك، اللعيبة بيكونوا من اكثر من مكان عالمي،
ممكن تكونوا من اكثر من دوله، فده بيرفع مستوى الفني للدراجة. لكن خلينا نقول نتكلم في التأصيل اللي عندنا في افريقيا. انا طبعا في حساباتي هذا الامر، في سياستنا، في استراتيجية بتاعتنا، لكن ما تضحكش عليك، لازم الاول تبني القاعده. القاعده هي المنتخبات اللي انت هتاخد منها، تعمل منها الفرق الايه المحترفين. من غير منتخبات قويه، النهارده عندك في المنتخبات عندك موجوده المغرب، موجوده جنوب افريقيا، موجوده اريتريا، موجوده رواندا، موجوده مصر في الطريق، فريق صاعد جديد، موجوده حوالي 7-8 دول موجودين دلوقتي على افريقيا، في افريقيا مستواهم ممتاز ممتاز، يعني يقدر ممكن يكونوا ويشكلوا بعض الفرق المحترفين. وكلامك تأكيدا لكلامك، الـ MTN فريق ده، هو ده الفريق الافريقي، اشترك من جنوب افريقيا، اشترك جنوب افريقيا وبعض طبعا الدول، مش جنوب افريقيا بس، اللي قلت لك في اثنين من اريتريا برضو، واشترك في التور دي فرانس. فاحنا الاول بنركز على القاعده الكبيره اللي هي المنتخبات، اللي من خلال المنتخبات دي هنقدر نعمل منها كونتيننتال. ويمكن النهارده انا كنت بتناقش مع يعني المجلس الاداره بتاع الجامعه المغربيه، كان معانا مصطفى نجار، نتكلم في ان احنا ممكن ليه ما نعملش احنا ونكون اول ناس نعمل فريق محترفين للبنات، وعندنا مجموعه كويسه في مصر وفي المغرب ممكن يؤهلوا ان يبقى اول فريق محترفين للبنات في افريقيا كلها ان شاء الله. Des choses techniques sur et sur route, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce point de presse, la voix dans le sujet de l'autre, je m'excuse. Monsieur André, c'est entraîneur national de la piste de l'Igène France, je suis le premier en fait à la piste, roi l'Igène Calade. C'est-à-dire, monsieur André, pour toi, alors, monsieur André Le Espagnol, c'est un entraîneur de piste qui a la ressource de la Fédération Royale de Cyclisme. C'est un spécialiste. Oui, il a demandé une question technique. Tu peux la poser en français. C'est le journal, le premier journal francophone au Maroc, l'Opinion. Donc, tu peux lui poser directement la question. Comme ça. On voudrait juste savoir des choses techniques sur piste. La piste, c'est une discipline bien spécifique puisque ça regroupe beaucoup de sortes de compétitions, parce qu'il y a des compétitions de vitesse, qui est le sprint, des compétitions d'endurance, qui sont les poursuites individuelles et les poursuites par équipe. Dans le sprint, on a aussi le kilomètre, la vitesse par équipe. Donc c'est un ensemble de compétitions qui font qu'il y a des compétitions. Sur piste, ce qui veut dire que c'est pas de la terre battue, c'est l'asphalte. La plupart des vélodromes qui sont construits maintenant sont des vélodromes en bois. Parce que ce sont des vélodromes qui sont couverts, qui permettent de rouler par tous les temps. Parce qu'il faut savoir que sur un vélodrome, lorsqu'un vélodrome est humide, on ne roule pas. Parce qu'avec la pente, il y a des risques de chute trop importants. Donc sur un vélodrome comme celui-là, on a un petit peu de problème d'humidité là-bas à l'Oundou parce que bon, y a des grands arbres qui font l'humidité, ça va se résoudre dans les mois qui viennent. Mais quand la piste est humide, on ne peut pas rouler parce qu'on a trop de risques de chute. Et comment vous trouvez le vélodrome Star? Ah, c'est un vélodrome qui a 100 ans. C'est-à-dire, pardon, monsieur André, les nouvelles pistes maintenant, 259. Un des 19 et un 333,33. Il est homologué, il est olympique. Et fut un temps, les vélodromes olympiques faisaient tous 333,333 mètres. Au monde actuellement, je ne connais qu'une seule piste de 333 mètres qui est couverte, c'est la piste de Moscou. En dehors de celle-là, j'en connais aucune. Elle fait 333 mètres? Ah d'accord, je ne connaissais pas. Il y en a vraiment très très peu de pistes couvertes de 333 mètres de long parce que le coût est beaucoup trop important. Et on arrive maintenant chez nous en France à construire des pistes de 200 mètres parce que le coût est beaucoup moins élevé.
Par contre, on ne peut pas organiser des championnats du monde ou des championnats olympiques sur ces pistes-là parce qu'ils ne font pas. C'est pas assez long. Il faut que ça soit. Combien il y a de pistes en France? De pistes en France? Oula. Il y a plus de. Il y a 200 pistes en France, je suis sûr. Minimum. Oui, dans notre. Et en Maroc? En Maroc? Wahda, une. Ou pas? Dans notre région. Dans notre région où j'habite, il y a 22 régions en France. Enfin, il n'y en a plus maintenant, 22, puisqu'il n'y en a plus que 16, ils ont diminué le nombre. Mais il y avait 22 régions en France, et dans notre région, la région centre de la France, on a 10 vélodromes. 10 vélodromes. Il y avait 22 régions, donc vous avez qu'à me demander. Notre machine a donc 650 vélodromes. 600. Pour le tracé sur route. La course sur route, c'est le but, c'est de passer, c'est un départ, une arrivée, un certain nombre de kilomètres, et il y a des attaques, ça revient, contre-attaque, et après on arrive soit détaché, soit au sprint. Sur piste, c'est un ensemble de compétitions, il y a beaucoup plus de compétitions. C'est-à-dire qu'on sur un ensemble de compétitions, comme il va y avoir là pour les championnats d'Afrique, il va y avoir la vitesse. La vitesse, alors ça se déroule, il faut savoir, sur une piste de 250 mètres, la vitesse se déroule sur deux tours. Et c'est le premier qui franchit la ligne qui se qualifie pour le tour suivant. Il y aura le kilomètre. Le kilomètre, c'est trois tours de piste, c'est le plus vite possible, c'est un contre-la-montre d'un kilomètre. Il y a la vitesse par équipe, c'est trois tours aussi, mais par équipe de trois, c'est-à-dire que le premier coureur fait un tour, s'écarte, le deuxième coureur fait le tour suivant, et le troisième coureur, lui, fait les trois tours puisqu'il termine. Donc là aussi, c'est contre la montre, il faut aller le plus vite possible pour faire ces trois tours. Ça, c'est les disciplines de la vie. Il y a Kérine aussi. Le Kérine, c'est une épreuve qui se déroule sur 8 tours environ, sur une piste comme ça, c'est sur 8 tours, ou sur 6 tours, des fois c'est 6 tours, ça dépend le temps qu'on en a. Il y a la Hébe, il y a la Ménéque. Oui, donc je vais y venir après. Donc là, le Kérine, il y a sur 6 tours, il y a 3 tours et demi de fait derrière un engin motorisé. Souvent, fois, il y a 6 ou 8 coureurs derrière, 3 tours, et les 2 tours qui restent sont faits en individuel. C'est-à-dire que les 6 coureurs ils font une course normale, et c'est le premier qui franchit la ligne, et les 3 premiers sont qualifiés pour le tour suivant. Ça, c'est les épreuves de vitesse. Après, il y a les épreuves qu'on dit de fond, qui sont la poursuite. Poursuite, c'est pour les seniors, c'est 4 km. 4 km contre la montre. Par équipe, pareil, par équipe de 4, 4 km contre la montre. Il y a la poursuite par équipe, par individuelle. La poursuite individuelle, c'est 4 km également, mais comme ça se dit, individuel, donc un homme seul en piste. Donc là, il y a un premier classement qui est fait, et on prend les 4 meilleurs temps pour faire les finales 3 et 4 et 1 et 2. C'est-à-dire que les premiers temps, deuxième temps font la finale pour la médaille d'or, et le troisième temps et quatrième temps font la finale pour la médaille d'argent. La médaille de bronze. Donc pour les gens, enfin les athlètes qui sont sur piste, sont des athlètes C'est pas des spécifiques de la piste. Pour ici, chez nous en France, les gens qui font de la vitesse ne font que de la vitesse. Ils font que de la vitesse, et les professionnels, ils ne font que des courses sur piste, ils ne font pas de courses sur piste. Par contre, pour ce qui est des poursuites, cyclisme en salle, puis cyclisme féminin, et puis il y a maintenant CityBike, c'est une nouvelle discipline qui a été mise en œuvre par l'Union internationale du cyclisme. Et il y a même une dixième discipline qui est en train de naître, c'est le cyclisme de plage. C'est-à-dire maintenant il y aura d'autres disciplines, il y a d'autres, si vous voulez, ce n'est pas des Jeux olympiques, mais l'association internationale des Jeux de sport, des comités olympiques, ils ont donné naissance à d'autres manifestations. C'est les Jeux de plage. C'est-à-dire qu'il y a les Jeux olympiques et qu'il y a les Jeux de plage. C'est-à-dire qu'on fait un marchand, ce sont des disciplines dans le cyclisme. Donc,
La première édition va être en San Diego, la Californie. C'est la première fois qu'on va être en les Jeux de Presse. C'est pour contrecarrer un petit peu les Jeux Olympiques et tout ça, ils ont donné naissance à cette édition. Ça sera 2017 à San Diego, la Californie. Donc, le cyclisme marocain est passé à la deuxième vitesse. C'est pour cela que nous avons le concours très bien positif à notre ami, monsieur André l'Espagnol, qui est venu nous donner une main forte. Et tous nos coureurs, et nous espérons avoir des coureuses, des femmes qui courent quand même, nous espérons les avoir. Et maintenant, il a dit que nous avons un potentiel très très bien, qu'il faut quand même travailler, qu'il faut se tenir. Et on avait ici le champion d'Afrique qui était avec nous. Voilà, le Maraouni au courage de l'Israël de Nathalie Flaker. إذا باش ننتقلوا وأنا فرحان وسعيد أنا والإخوان ديالي في الجامعة ديال الدراجات، علاش؟ لأن الحمد لله في الوقت اللي الدول تتعرف ما تعرفون أنتم عارفين أش وقع، حنا الحمد لله الآن جالسين تنشوفوا في هذا الاستقرار ديال الأمن ديال الطمأنينة، تنوجدوا واحد سميتها الدراجة إما وصل بحلبة أو في الطريق، وماشي سهلة باش الإنسان يدير السباق ديال الدراجات على الطريق ولا في الحلبة راه ماشي ساهل، لأن على الطريق خصوصا تيمشيو الدراجات تمشي عند البلاد، إذا الدراجة باش تمشي تتمشي للبلاد الآمنة المستقرة هي اللي تتمشي لها، راه عندنا الإخوان باش تعرفوا الأبطال ديالنا في المغرب إذا داروا شي إكسبلوا راه ما تصوروش أش داروا، راه حقيقة راه ما تصوروش أش داروا، لأن اللي لعبوا في مثلا غير نقول لكم فاش لعبوا في الكاميرون راه لعبوا في واحد الجنب كان بوكو حرام تمايا كانوا مهددين تضحكش معاك بصح وداروا لي شار وداروا كل شيء في البوركينا فاسو نفس الشكل في كل شيء في والزهر ديالنا ملي تنجيو نديروا الطوافات تاع الطوافات تيجيو الانتخابات الرئاسيه تصوروا معايا انه تيجي انتخابات رئاسيه بحال دابا في البوركينا فاسو كاين انتخابات رئاسيه في الكاميرون انتخابات رئاسيه في كوت ديفوار اسبوع قبل من هذا داروا انتخابات رئاسيه وتتمشي نتايا وتتغلبهم تما وهما دايرين الوزاره وداكشي ودايرين بانه هذا وتيدخل لك بوحسين حسين تتخرج عليهم تتعزم كل المضايات تخرج عليهم هما دايرين واحد السباق باش يديروا باش هذا ولكن تيجي محسن حسين تبارك الله لان مصطفى والاخوان داروا واحد التكوين داروا واحد التدريب ممتاز جدا لذلك مشينا باش ناخذوا الطوافات وخصوصا داكشي اللي وقعنا في الجزائر زاد زعما ركزنا مزيان ودرنا كلشي وكاينه المساعده ديال وزارة الشباب والرياضة اللي حقا تنشكرها جدا جدا وكذلك الجنة الأولمبية برئاسة الدكتور دارمين جنرال حسين السليمان لأن وفروا لنا واحد المجموعة ديال الوسائل باش نعملوا في صمت نديروا التدريب إما تناخذوا المقرص فين نديروا التدريب ديالنا إما هذا وجميع التسهيلات كاينة حنا بشراكة دائمة وثقوا بها بأن الغرض نتاع هاد جوج ديال لي زونتيتي اللي بغيتكم باش نشكرهم باش نزيدوا القدام حقيقة عملوا كل ما في وسعهم باش نتأهلوا، بغينا نتأهلوا، المغرب يريدوا باش نتأهلوا، ويمكن نقول لكم بأن الدراجة المغربية كانت هي الأولى من هذا اللي تأهلت وماشي، وكما قلت لكم في هذه القضية ديال لا الكاميرون ولا لا راه كانت واحد الصعوبة كبيرة 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 جدا، ولكن الحمد لله توفقوا، وهي مناسبة باش باسمكم
انا بغيت نشكر الدكتور عزام لانه انا عارف عارف اش دار وبزاف الحوايج هو مع الحق. انا قلت لكم في واحد المزيه، انت اولا مسلم وانا افتخر به واحتز به، لان الاسلام هذا هو مشى رسول شهري تيشوف غير الاتحاد الدولي. نحن في سويسرا واحد البلاد اجنبيه وبلاد قاطين هذا، ودايرين جوجل ودايرين داك الشيء وما عارفين جوجل. تعرفوا جوجل انه دايرين كارت المغرب فيها اشكاليه، دايرين كارت المغرب ومشى حتى هو تيحتج معايا. صحة جوجل. مازال دابا كاينه واحد الخريطه غيرنا الطريق الخريطه. نعم احنا كان في موضوع كبير قلت لهم لا، اما انا وبالمعي قلنا لا اما يتغير هذا يتشال خالص، يا اما حنتم اعتراض في الكونغري بتاع اليو سي اي. في حاله اعتراضنا هنعمل مشكل كبير ونرفع قضيه على الاتحاد الدولي، لان هو نقل الخريطه اللي في جوجل حطها في الاتحاد الدولي. نعم. وده غلط خطأ. نعم. فعشان كده الحمد لله نجحنا، وهم تكلفوا مبالغ كثيره عشان يغيروها، لكن لقوا نفسهم لازم يغيروا هذا الامر، غيروا فعلا والخريطه خاليه من هي فيها المغرب العربي فقط. المغرب العربي، المغرب، المملكه المغربيه. سي بن المحيي، بالنسبه لهذه البطوله شنو هما الدول الرائده اللي غتشارك في هذا البطوله؟ هو بمناسبه توليد الدكتور وزي عزام يكون هو النائب الاول ديال رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي والمسؤول الكبير في الاتحاد العربي كذلك، باش يزيد الاتحاد العربي الى الامام. هاد الحلبه وهاد الجيل التالت نتاع الدراجات نتاع الدراجه من الحلبه من البي ام اكس ولا سيكلو دون فلاسان الى اخره، تيديروا واحد الدول اللي راقيه جدا، مثلا خصوصا الدول الانجلو ساكسونيه. مثلا افريقيا تديرها ناميبيا، تديرها جنوب افريقيا، تديرها انغولا، تديرها واحد المجموعه ديال الدول اللي غنيه وعندها بزاف ديال هذا وعندها بزاف ديال. يكفي انه كان عندنا دابا هنا ويليام، واحد السيد ويليام هو رئيس الجامعه ديال جنوب افريقيا اللي هو مكلف بالحلبة في الاتحاد الافريقي، وقال لنا بان السباق هذا الاسبوع عندهم السباق غتكون فيه 33,000 واحد، 33,000 واحد. إذا الشعب تيدير واحد الثقافة ديال الطبيعة. 33,000 الأسبوع الجاي والأسبوع القادم 36,000. لا، إذا 36 في هذا، إذا هادو تيديروا عندهم ثقافة. ولذلك الدول الكبيرة اللي تدير هذا الشيء وفي جميع أخرى من تطلعوا للعالم الغربي، فرنسا، إنجلترا، كل شيء، أمريكا إلى آخره. كاين هاد سميتو النوع ديال السباق. حنا في المغرب كما قال الحاج بوطيب كنفتخروا وتنعزوا، هذا ماشي مجامله، وهذا من التراث نتاعنا، تراثكم جميعا. حنا عندنا واحد اول طواف في المغرب لان على حسب هذا باش نعرفوا 5/12/1916 وهذه الحجه ديال الطبع تاع لابوست دون لو طون. اذا العام الجاي غادي يكون ان شاء الله عندنا 100 سنه باش غادي نديرو طواف تراث كبير عظيم، تراث لا مادي تاع المغاربه لو فيلودروم عندنا كذلك، بقينا حسب الحفريه نتاعنا عندنا صور ديالو كان بوحديته في هذه المنطقه، بوحد فيلودروم هذا بوحد 1903 وكان هذا 1903 باش تاسس هذا لو فيلودروم، باش نعرفوا هذا الشيء راه تراث نتاعنا، تاريخ هذا، واحد ريشاس نتاعنا اللي ما عندهاش شي حاجه. ولذلك حنا اخوان المكتب الجامعي مشكورا قرر وقت على عاتقه بانه يساهم واحد المساهمه فعاله ويشارك في ابراز المعالم الحضاريه والثقافيه والغنى والتراث وكل شيء ديال مدينه الدار البيضاء، تبعا للخطاب الملكي السامي اللي كان في 11، كان بان الدار البيضاء هي القبله، هي الوجهه، هي كل شيء خصنا نتعاون عليها. Nous sommes sentis interpellés par le discours royal, c'est la raison pour laquelle nous voulions quand même participer à faire miroiter le visage, le bon visage de la Tarbina. Nous sommes venus à nous aider. Nous sommes venus à l'Afrique, 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 nous sommes venus à
اللي تيقول بان لا حنا خصنا نقول ان البعد الافريقي ونجيبوا افريقيا وتكون عندنا مع افريقيا. لذلك حنا دابا غادي في الاتجاه جميل، اولا البعد الافريقي، ثانيا الدار البيضاء نساهموا في باش نعطيوها الصوره اللي تستاهل والاشعاع ديالها تستاهل تساهم. Speak French? French, French, no? You speak French? French. You speak French? Parlez-vous français? Parlez-vous français? Vous parlez français? Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Quels sont vos sentiments? Vous êtes au Maroc ici dans ce cadre de cyclisme. Votre lumière, ça me dérange. Ah oui, oui, je tourne, je fais c'est une vidéo. Et parce que je suis leur guide, ils sont les membres de c'est comme vous. Mais en fait, c'est pas vraiment professionnel, c'est juste des gens qui aiment bien le vélo pour faire le tour en Maroc. Pourquoi vous êtes ici à la fédération? Pourquoi vous êtes ici à la fédération? C'est pour les membres. Ils vont visiter en Maroc, c'est parce que c'est le sport de vélo. En Chine, ils font beaucoup de sport de vélo et comme ça, ils vont faire le tour dans le continent d'Afrique ou le continent et l'Europe, comme ça, et faire le tour du monde. Merci. Xiu Shuai. He's a little busy now. To meet you. 我得照着这样的人啊。
ماشي دابا تيتفاهموا حاج خرصي سيدي ماحي التواجد ديال هاد الوقت الصليت سيدي ماحي واخا اجي معنا اجي معنا راني تنشجع الجاري لا 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 ما توقفش لا 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 ما غادي نجيب واحد نيغا عاد طالع جيدا على شي خرصي I want to say welcome from China's team from Matter Canadianism. And this time we come here, we will see the very, very beautiful and very immediate views by our bicycle. Okay. 我们中国有着非常棒的城市和非常棒的自行车文化。 欢迎摩托车的朋友们能够经常来中国来骑行。我们作为 Big China 的自行车骑行大使，会好好的款待和招待我们的摩洛哥朋友。OK, please. Okay. As we onboard our China has many beautiful cities just like Morocco, and we will welcome you all guests to come. OK, 那咱们从我这个包里拿衣服还是拿礼物？ OK, 把那个黄色的衣服拿出来，黄色的，不是黄色的衣服，看一下有没有。这是他们国家队的队服。OK, OK, thank you, thank you very much, my friend。有吗？ 对对对，马哥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 ，
Okay. No, come on here, come on. No, moment. As you ready for commission. As you know. Okay, 可以啊。 استاذ اذا سمحتي الله يرضى عليك. انا حيت دابا بنتي ديشارجي ديال التليفون سير ريح داكشي كيبغي تبغيه يبقى طويل.